أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. يسود طقس صافي هذا اليوم في العاصمة عمان مع 31 درجة مئوية الملموسة 29 ورطوبة منخفضة، أما الرياح تكون غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة نهار اليوم لباقي مناطق المملكة: نبدأها شمالا، إربد 32 إلى 21، جرش 33 إلى 22، المفرق 35 إلى 22، وعجلون 29 إلى 20. المنطقة الوسطى: البلقاء 32 إلى 22، العاصمة عمان 31 إلى 21، الزرقاء 35 إلى 22، ومأدبة 32 إلى 20، أما البحر الميت 36 إلى 25. المنطقة الجنوبية: الكرك 27 إلى 19، الطفيلة 28 إلى 19، معان 33 إلى 20، الشروبك 26 إلى 19، والعقبة 38 إلى 25. المنطقة الشرقية: رياح نشطة وأتربة مثارة، أرويشة 38 إلى 25، نفس الحرارة تقريبا في الصفاوي، أما الأزرق 39 إلى 24. إلى اللقاء.